سنة 969 انطلقت الخلافة الفاطمية من بلاد المغرب، والغريب جدا ان هم بنوا الجامع الأزهر في مصر على هيئة جامع القرويين في فاس. وبدأت هجرة المغاربة إلى مصر لطلب العلم والتعليم، وفي رواق في الأزهر يسمى رواق المغاربة. وليس ذلك فحسب، بل بلغ المغاربة مبلغا من العلم أنهم كانوا يدرسون وأصبحوا أساتذة في الأزهر، ومنهم ابن حجر القلقشنجي، ومنهم ابن خلدون، ومنهم الفاسي، ومنهم المقريزي. مرحلة أخرى 1492 سقوط. خلينا في النفحات الأول دي بتاعت الأزهر. في مقامات لأولياء الله الصالحين في مصر مغاربة، يعني العالم كله يأتي إليه. الشاذلي والطريقة الشاذلية، السيد البدوي المدفون في طنطا، المرسي أبو العباس المدفون في الإسكندرية. تيجي مرحلة أخرى 1492 سقوط الأندلس.